على هذا النحو تبدو مدينة الحزم بعد 3 سنوات من التحولات التي شهدتها المحافظة، وفي مقدمتها التوسع العمراني اللافت، علاوة عن الحركة التجارية النشطة التي مثل النازحون بتواجدهم فيها عاملا رئيس، غير أن مشكلات كثيرة تواجه عاصمة الجوف، أبرزها غياب القنوات الخاصة بتصريف المياه وعدم وجود شبكة الصرف الصحي، وما ترتب على ذلك من مخاطر تتهدد المدينة بالانهيار مستقبلا. المدينة مهددة بالانهيار من ناحيتين، من ناحية السيول ومن ناحية أخرى الصرف الصحي. لا زال الصرف الصحي عشوائي في المدينة، وللأسف لم نلمس إلى الآن أي توجه من الحكومة، من السلطة المحلية في المحافظة لحل هذه الإشكالية. تحولات ماثلة ومنقوصة في ذات الوقت، إذ تغيب معها الجهود الرسمية ودورها المفترض حيال مشكلة الصرف الصحي الغائب عن هذه المحافظة منذ عقود وحتى اليوم، وهو التحدي الأكبر بالنسبة للمواطنين ومصدر قلقهم إزاء تفشي الأمراض والأوبئة التي تحملها مستنقعات المياه في أحياء وشوارع المدينة. هذه المدينة تفتقد إلى أبسط الخدمات، ومن ضمنها وأولويات الصرف الصحي مع التوسع العمراني ومع وجود مخطط، إلا أنه لا توجد هناك جدية في توفير صرف صحي من قبل السلطات المركزية. المواطنين يعانون خصوصا من انتشار البعوض نتيجة المستنقعات المائية الحاصلة من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار. مخاوف كثيرة ودعوات مجتمعية لتفادي الأخطار والكوارث الناجمة عن انعدام شبكة الصرف الصحي بمركز محافظة الجوف، فهل تلقى هذه الدعوات استجابة عاجلة وتحركا جادا من قبل السلطات المحلية، أم أن التجاهل الرسمي تجاه هذه القضية سيستمر ومعه تتسع المخاوف من وقوع الكارثة؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.